السلام عليكم طلاب الصف الثاني. اليوم يا مس في مادة الرياضيات بدنا نحل اختبار نهاية الوحدة مع بعض. يا ثاني يلا كلياتنا نفتح كتابنا على صفحة 67. يا ثاني يلا نحل مع بعض أنا وياك يا ثاني. طبعا هاي اختبار نهاية الوحدة لوحدتنا الثالثة اللي هي الكسور والأشكال الهندسية. يا ثاني يلا يا مس نقرأ السؤال الأول. بيحكي لنا اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون. احنا يا ثاني اخذنا الكسور، الكسر ايش بيمثل يا ثاني؟ البسط والمقام. تعرفنا على البسط وتعرفنا على المقام. ايش هو البسط يا ثاني؟ البسط يا ثاني اللي هو بيكون فوق الخط، هذا اسمه يا ثاني بسط. وايش هو البسط يا ثاني؟ البسط بدلني على الجزء الملون، على الجزء الملون. اما المقام يا ثاني اللي بيكون تحت الخط، شو بنسميه يا ثاني المقام؟ هي الاجزاء جميعها، هي الاجزاء جميعها الملونه وغير الملونه يا ثاني. طيب يا مس يلا كم جزء ملون انا عندي؟ هي واحد، اذا بحط واحد هو دلني على البسط. يلا قديش عدد الأجزاء؟ خلينا نعدها مع بعض يا ثاني. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمانية، إذا واحد على ثمانية. يلا يا ثاني واحد على ثمانية إيش بسميه يا ثاني؟ منسميه ثمن، منسميه ثاني ثمن. يلا يا مس نشوف رقم اثنين. يلا وين الجزء الملون؟ هي واحد، إذا بحط واحد بالبسط. والمقام اللي هو عدد الأجزاء، يلا نعدها مع بعض يا ثاني. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا ست أجزاء عندي، مقسم هذا الشكل لست أجزاء، إذا هو واحد على ستة. إيش يعني واحد على ستة؟ شو بنسميه ثاني؟ بنسميه سدس، بنسميه ثاني سدس. يلا يا ثاني نشوف رقم ثلاثة. كم جزء ملون؟ هي واحد. قديش عدد الأجزاء؟ لو أعدها يا ثاني كم بطلع عندي؟ عشرة. إذا واحد على عشرة شو بسميه ثاني؟ منسميه عشر، منسميه ثاني عشر. يلا نشوف رقم أربعة. كم جزء ملون؟ واحد، إذا هو يمثل لي البسط. والمقام هي عدد الأجزاء، خلينا نعدها. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذا واحد على ثمانية أيضا بسميه ثاني ثمن، بنسميه ثمن. يلا نشوف السؤال اللي وراه. بحكي لنا اكتب الكسر الدال على الشكل الملون باللون الأصفر. هسا هون يا مس خمسة، يلا نشوف كم واحد ملون باللون الأصفر؟ واحد. إذا بنكتب يا ثاني واحد هو الجزء الملون، والمقام هي عدد الأجزاء جميعها. لو عديتها أنا يا ثاني رح يطلع معي سبعة، فبتكون واحد على سبعة اللي هي شو بسميه ثاني؟ بنسميه سبع، بنسميه سبع. نشوف رقم ستة. يلا كم عدد ملون؟ هي واحد ويمثل لي البسط، الجزء الملون باللون الأصفر. وأربعة ماذا تمثل لي يا ثاني؟ بتمثل لي عدد قلوب الحب كلياتها، أي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. شو بسمي واحد على أربعة؟ منسميه يا ثاني ربع، منسميه ربع. يلا عندنا السؤال اللي بعده. بيحكي لنا اكتب اسم المجسم. هسا نكتب اسم المجسم، أكيد إحنا حفظنا أشكال المجسمات يا ثاني. يلا إيش هذا يمثل لي يا ثاني؟ اسطوانة، هذا شكل الاسطوانة زي علبة الفول. اسطوانة، مخروط زي طاقية عيد الميلاد، مخروط. كروي زي الكرة، كروي، كروي. إذا هاي بسميها يا ثاني مجسمات. أما بدنا نسمي الأشكال المستوية، إيش حكينا عن الأشكال المستوية؟ الأشكال المستوية إما بتكون دائرة أو مثلث أو مربع أو سداسي أو خماسي يا ثاني، صح؟ يلا نشوف هون عندي رقم عشرة، إيش اسمه هذا يا مس؟ اسمه سداسي. ليش حكيت عنه سداسي يا ثاني؟ لأن له ستة أضلاع، لو أنا عديتهم هي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. لهيك سميته سداسي. رقم 11 اسمه رباعي.
ليش؟ إنه يا ثاني إله أربعة أضلاع. رقم 12 اسمه ثلاثي، ليش سميته ثلاثي؟ لأنه له ثلاثة أضلاع، ثلاثة أضلاع، أو بنسميه ثلاثي أو مثلث. أو مثلث يا ثاني. ماشي يا مس؟ يلا نرجع نفتح كتابنا على صفحة 68 نكمل اختبار نهاية الوحدة يا ثاني. بيحكي لنا يا مس هون ارسم شكلين آتيين على الشبكة المنقطة، وبدنا نحدد عدد الأضلاع وعدد الرؤوس يا ثاني. طيب يا ثاني نشوف رقم 13، بيحكي لنا هذا الشكل خماسي، ايش يعني يا ثاني خماسي؟ يعني كم ضلع بدي ارسم له انا؟ برافو، بدي ارسم له خمس اضلاع. اتفقنا يا ثاني عدد الاضلاع ماذا يساوي؟ عدد الرؤوس. اذا عدد الاضلاع لازم يساوي عدد الرؤوس. اذا كان عندي عدد الاضلاع خمسة، اذا قديش لازم تكون الرؤوس يا ثاني؟ خمسة. برافو، اذا باجي برسم يا ثاني شكل خماسي له خمسة اضلاع. هي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة، اذا انا رسمي صحيح. يلا نشوف رقم 14 مثلث. المثلث قديش عدد أضلاعه يا ثاني؟ ثلاثة أضلاع. بما إنه إله ثلاث أضلاع، إذا قديش عدد رؤوسه يا ثاني؟ ثلاثة. إذا المثلث له ثلاثة أضلاع. إذا أنا برسم يا ثاني مثلث له ثلاثة أضلاع، وهيها إله ثلاث رؤوس، هي واحد اثنان ثلاثة. ماشي يا مس؟ يلا نشوف السؤال اللي وراه، بيحكي لنا حوط وحدة النمط وأكمل برسم الشكل المناسب. حكينا يا ثاني النمط هو الجزء، أو وحدة النمط هو الجزء الذي يتكرر. تعال نشوف يا ثاني، مثلث مثلث دائرة، شوف ردعاد مثلث مثلث دائرة، ردعاد مثلث مثلث. إذا هون إيش لازم أرسم يا ثاني؟ دائرة، دائرة لونها خضراء بنلونها باللون الأخضر. إذا وين وحدة النمط يا ثاني؟ هاي بنسميها وحدة النمط. ليش سميتها وحدة النمط؟ لأنه هي يا ثاني اللي قاعدة بتتكرر، هي اللي بتتكرر يا مس. نشوف هون يا مس كمان بده وحدة النمط. عندي يا ثاني مستطيل لونه نهدي مربع أصفر، مستطيل نهدي مربع إيش يا ثاني؟ أصفر. عندي مربعين أصفر، رد أعطاني نهدي، مستطيل أعطاني إيش يا ثاني؟ أعطاني مربعين صفر. إذا إيش هون رح يكون؟ رح يكون عندي مستطيل نهدي. لكن هون يا ثاني بدي أنتبه، وين وحدة النمط يا ثاني؟ هاي هي وحدة النمط، هاي وحدة النمط. ليش أنا اخترتها ما اخترت من هون؟ لأنه يا ثاني شوف قاعد إيش اللي بتكرر، مستطيل مستطيل، مربع أصفر مربع أصفر، مربع أصفر مربع أصفر، لهيك أنا اخترته. ما بختار من هون لأنه أنا عندي هون مستطيل مربع أصفر، ما في كمان مربع أصفر، لهيك أنا ما اخترته وحدة نمط. هو هون قاعد بيتكرر. إذا أنا هون أنا عندي لما رسمت اسطوانة، أو خلينا نحكي مستطيل لونه نهدي، بدي أرسم هون مربع. لو كملت يا ثاني مربع بيكون لونهم أصفر أصفر. ماشي يا ثاني؟ طيب يا مس نشوف سؤال بيحكي لنا رقم 17، إيش بيحكي يا ثاني؟ الشكل الذي ليس له سطح. طبعا هون يا مس خطأ، تمحي تكتب إكس على منحني وبتكتب فوقيها مستوي، لأنه يمس هاي الأجسام كلياتها يا ثاني تحتوي على سطح منحني. لكن مين اللي ما بيحتوي على سطح مستوي؟ مين هو يا ثاني حكينا عنه؟ اللي هو الكرة. الكرة لا تمتلك سطح مستوي، صح يا ثاني؟ طيب يا مس نشوف سؤال 18 يا ثاني، الشكل الذي له وجهان فقط. مين اللي له وجهين يا ثاني؟ اللي هي الاسطوانة. الاسطوانة لها وجهان يا ثاني، الاسطوانة لها وجهان يا مس. ماشي يا ثاني؟ إذا بنحط صح على الاسطوانة. طيب يا ثاني معانا واجب اللي هي الأسئلة التراكمية يا ثاني، معانا هون واجب في البيت يا ثاني، وهيك احنا بنكون انهينا وحدتنا يا ثاني، ويعطيكم ألف عافية يا